السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناه عالم هبه. كنرحب بكم من جديد، فيديو جديده ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحه والسلامه وانتم كتشاهدوا. كما عودتكم احبتي دائما مع جديد المنظمات والادوات والاجهزه والابتكارات والتكنولوجيا الرائعه للمنزل، سواء المطبخ او الحمام او غرفه النوم. ايضا كاين افكار وحيل كيفاش تستغلي المساحات الضيقه والادوات، الطريقه ديال الاستعمال ديالها الصحيحه. كما كتشاهدوا معايا ادوات لجد هائله للمنازل، وكنتمنى لاول مره كيشاهد القناه كنتمنى انكم تشرفوني بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبله باذن الله. وايضا ما تنساوش تحطوا لي لايك اذا عجبكم الفيديو، هكا كتشجعوني وتدعموني. كذلك ايضا التعليق ديالكم كتحفزني، راني كنقراها جميعا وكتهمني الاراء ديالكم. وكما كتشوفوا هنايا عندنا هذا الغطاء ديال السيليكون اللي جد عملي، كذلك هنا عندنا الطبيله بالتصميم ديالها الممتاز والرائع، فشي حاجه اللي هي مدهشه. كذلك هنايا ندوزو للمطبخ، عندنا الطاجيرات اللي بانواع واشكال مختلفه، يمكن لك انك ديري فيها الاجهزه، الخضر، حتى الديكورات على حسب الاختيار ديالك. كذلك ندوزو لهاد المقلاة اللي متسخه جدا، عندنا هاد الاداه اللي هي اداه جد رائعه في الاستعمال، اللي عندها كتقشر بواحد الشكل رائع. وايضا هنايا عندنا هاد الرشاشات، الرشاشات اللي ملونه على حسب الاحمر الاخضر، كتختاروا اللون اللي بغيتو نتوما، هكا كتستمتعوا بالدوش وانتوما كدوشوا كتشوفوا واحد الاضواء اللي رائعه. كذلك هنا عندنا هاد النوع ديال المرآة اللي ما كتهرش، كتلصق في الحيط. وانتقلوا لهاد الغساله اللي جد عمليه، فهي كتصبن وكذلك كتنشف وكتصبن حتى الاحذيه كما كتشاهدوا، فعندها واحد الشيته اللي هي خاصه بالاحذيه، فبالشكل ديالها الحجم ديالها صغير، تقدروا انكم تكونوا هكذا مسافرين تاخذوها معكم. كذلك هنا عندنا هاد الاله اللي كتقشر الزريعه، وندوزوا لهاد الاغطيه الرائعه اللي بالاشكال ديالها، اشكال اللي هي زوينه بزاف، الاغطيه ديال سواء الغساله او التواليت او الثلاجه وغيرها. كذلك هنا ندوزو للمطبخ، هنا ادوات اللي كتجمع لك كاع الاواني اللي كتستعمليها استعمال يومي، ديال الطباسل وكذلك ديال المعالق والغرارف، فجميع الاواني كتحطيها تما، فكتكون هكا قريبه ليك باش تستعمليها. كذلك شوفوا معايا هاد الفكره ديال انك تغسلي الشعير ديال البيبي بلا ما يفزق، فكره جد ممتازه. وهنا ندوزو لها الطابيات اللي بالشكل ديالهم الرائع، كذلك عندهم واحد الجوده ممتازه، فشي حاجه اللي كتستاهل اننا نتعرفوا عليها. كذلك هنايا عندنا هاد العلاقات اللي بالشكل ديالهم شكل حيوان من الحيوانات، كذلك يمكن لكم تعلقوا عليها شي حوايج هكا اللي كيكونوا خفافين وبساطين. وندوزوا لهاد البوطاغاز اللي هي جد عمليه، كما كتشاهدوا معايا عندها عدد من العيون اللي هكذا تمكن لك انك تستغني على وحدين منهم، كتحكمي فيهم كيف ما بغيتي، وحتى الاستعمال ديالها تيكون يعني تيكون سهل. كذلك هنايا عندنا هذا المنظم اللي يمكن لك تحطيه في غرفه النوم، اللي يمكن لك تنزلي فيه اي حاجه، كتب او اي حاجه من اختيارك. كذلك هنايا عندنا هاد الادوات اللي هي كيوت وبالشكل ديالها ديال البطه، يمكن لكم تستغلوها هكذا تحطوا فيها حليوات. كذلك هنايا من الاهم والاحسن حاجه بالنسبه للتنظيف هي هاد الكيماويات اللي بالشكل ديالها العجيب الهائل، الفوران ديالها اللي كي يمزق اي حاجه، فهكا يعني كتمنع الاختناق في القرقره او التواليت. كذلك هنايا عندنا هاد الجهاز اللي جهاز جد عملي وسريع، فهو يقلي بقلي يعني هوائي، كذلك يحمر، فجد عملي. وندوزو لهنايا لهاد الانواع والاشكال ديال السرير، فاشكال اللي هي جد رائعه وكتوفر عليك المساحات اللي كتكون صغيره في البيوت. كذلك عندنا هاد الانواع ديال الراقصه، الصباره الراقصه اللي دارت ضجه كبيره في البيع ديالها.
وكذلك هذه فكره من الافكار كيفاش تسهلوا عليكم انكم تلبسوا الاحذيه. كذلك هنا عندنا هاد الملصقات بثلاثيه الابعاد اللي كتلصق في الثلاجه، فاشكال اللي هي زوينه بزاف. وايضا هنايا عندنا هاد الطاسات اللي جد عمليه وكتطوى وكتعلق. كذلك هنايا هاد القطاعه اللي قطاعه كذلك جد عمليه ممتازه. اغطيه ديال الاواني كذلك. تما كاين عندنا هنايا طحانه، فهذا روتين لسيده صينيه، روتين سريع كتستعرض الاواني اللي كتستعملها في المطبخ كما كتشاهدوا معايا. ايضا هادو بلاستيكات اللي كنا شفناهم من قبل. فبالنسبه اللي كيسولوني عليهم، فالناس اللي كيسولوني عليهم داخل المغرب، فانا خليو لي التعليق نزل لكم الرابط ديال الصفحه ديال البيع ديال هاد المنتوجات، فهي متواجده عندنا في كازا. كذلك هنايا عندنا هاد الشبيكه اللي كتثبتيها في الحوض، فهي جد عمليه. كذلك عندنا هنايا هاد البوله او المصباح اللي كما كتشاهدوا انفوا كتلصقيه مع العوينه الاخرى كيشعل. وندوزوا لهنا الحمام كما كتشاهدوا هاد الدوش اللي هو بالشكل ديالو الرائع، فهو شي حاجه اللي هي كاليتي وحصريه وجديده. كذلك هنايا عندنا هاد المنظمات اللي يمكن لكم توضعوا فيها هكذا القراعي ديال المناضه، وهكا كتجمع لكم المناضه وكتخلي لكم مساحه اضافيه في الثلاجه. كذلك هنايا لعبه ديال الفوقعات. وندوزوا لهنايا عندنا هذه بالنسبه لدابا لفصل البرد، فهي فيها مدفاة وكذلك انها تكاية كما كتشاهدوا، فهي جد مريحة. كذلك هنا عندنا هذا نوع ديال المفاتيح. وندوزوا لهاد الطريقة ديال باش تقصي يعني الشعر بواحد الطريقة اللي هي سهلة بالنسبة لبنيتها الصغار او الكبارين. كتاخدي العبار اللي بغيتي، افكار اللي جد رائعه. كذلك هنا عندنا هذا المقبط الرائع. فهي كاين انواع واشكال ديال هاد المقابط ديال الشعر بالنسبه للبنات. كذلك هنا عندنا هذا تواليت بالنسبه ديال البيبي. وندوزو لهاد الكميات ديال البرودويات دابا اللي خرجوا بكثره، وانواع ديالها اللي جد هائله بالتنظيف، قوه ديال التنظيف سواء المطبخ او الحمام، شي حاجه اللي كتكون صعيبه فكتسهل عليك التنظيف بواحد الشكل اللي هو رائع. وكما كتشاهدوا هادو حتى هما توشيات اللي هكذا كتوضعيها في السمطه ديال السروال وكتوضعي فيها الساروت. كذلك هنايا عندنا هاد الغطاء ديال الاحذيه اللي كتكون فيها واحد يعني سخونيه، كطلع واحد الجهاز اللي هو صغير وهكذا يعني كتخليك رجيلات. كذلك هنايا السيليكون اللي كيغطي لك الاحذيه باش ما توسخش. كذلك هنايا عندنا بالنسبه للناس اللي ما تيشوفوش مزيان، فهي طريقه جد عمليه باش تخشي الخيط في الابره. كذلك هنايا عندنا نوع من الشيتات، شيتات اللي جد عمليه. كاين مجموعه من الادوات اللي هي مهمه وضروريه منها في كل بيت، وكاين اللي حويجات اللي هما كل واحد واختيار ديالهم. هذا ايضا غطاء ديال الراس بالنسبه لهذا البرد، فهو جد عملي سيغطو الناس اللي تيسوقوا الماتر. كذلك هذا شكل اخر، اشكال اللي هي رائعه وكتحميك من البرد واحد الشكل هائل. كذلك هنايا منظمات اللي يمكن لك تحطي فيها الديكورات او الغرس كما كتشاهدوا. هذه طريقه جديده في الطبخ ديال او تحضير الشاي والاعشاب.
اما بالنسبه للناس اللي كيسولوني خارج المغرب بالنسبه لهاد المنظمات، فعلى العموم انا كنقول لكم انكم تقدروا تلقاوهم في البلدان ديالكم، فهما متواجدين، ولكن اللي صعب عليهم انهم باش ما يلقاهمش، فعلى العموم تلقاوهم في عدد من المواقع الالكترونيه، فمن تما كاين غتطلبوا المنتوج اللي بغيتو وغادي توصلوا به حتى للمنازل ديالكم. وراه بعض المرات كيكونوا دايرين تخفيضات في المنتوج، كذلك ما كيكونوش غاليين، فردوا البال ملي يكون عندكم واحد العرض، فكيكون واحد العروض اللي جد رائعه وجد ممتازه يمكن لكم تستغلوه. كذلك عندنا هذا بالنسبه للعامل ديال البستان، فكره جد عمليه، وهنا منظمات اللي يمكن لك توضعي فيها الحلويات. كذلك هنايا عندنا هاد تقشرات اللي جد كيوت بالوان متعدده. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو وخديتوا افكار للمنازل ديالكم، واللي عجبكم ما تبخلوش على اختكم بواحد اللايك تشجيعي للاستمراريه، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه والدعم، ونتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم.